السلام الله عليكم. باعتقادي وجبة الفطور هي وجبة مقدسة. طبعا مع انتهائنا في الفترة المسائية من أكل آخر وجبة على العشاء، في هالحالة تقف هرمونات الطاقة عن العمل بعد الوجبة هذه بساعتين ثلاث، يعني بحدود الساعة 10 مساء المفروض الكورتيزول يوقف، التستوستيرون يوقف، الأدرينالين يوقف، النور أدرينالين يوقفوا، هاي الهرمونات اللي بتسحب الطاقة. فترة الليل، فترة النوم اللي هي تخفيف لعمل الطاقة وتنزيل درجة الحرارة في الجسم وتنزيل حركة العمليات الحيوية، فما بدنا طاقة، في توفير للطاقة على حساب سحب للطاقة من بعض الهرمونات الثانية اللي هي المواصلات العصبية في الدماغ. هرمون النمو حيتضاعف من عمله أثناء فترة الليل، فهذا حياخذ طاقة كبيرة. الدماغ كله شغال في عملية ترتيب عصبي، فترة الليل هي فترة عمل الدماغ لعملية الترتيب، فهذا حياخذ طاقة. الدماغ كيلتين ونص من حجم جسمنا أو 2.5%، بس باخذ 25% من طاقة جسمنا. إذا 25% باخذها من الطاقة، يعني من حرق كل هالطاقة هذه والكربوهيدرات والسكر اللي بناخده. فالدماغ يعني عمل قوي له وإنتاج للطاقة في فترة الليل. فنصحى الصبح مع صحينا في الفترة الصباحية بتبلش على 4:30 5 مرحلة إنتاج هذه الهرمونات اللي بتولد الطاقة، اللي هي الكورتيزول ببلش إنتاجه على 4:30 وبتكون في قمته على الساعة 9:30. الأدرينالين والنور أدرينالين بيرتفع مع الكورتيزول، السكر بيرتفع مع الكورتيزول، فكلها هذه بتكون في الفترة الصباحية مرتفعة بدون ما آخذ شيء. الدماغ بيكون مستهلك طاقة، سكريات، السكريات تستهلك بسرعة، يعني غذاء سريع للدماغ اللي هي السكر، فبيستنفذ السكر فبيظل عنده الشحوم. فصعب اني الفترة الصباحية في هاي الحالة ما افطر، بس بدي اعرف شو اللي بدي افطره لصحة الدماغ بالدرجة الاولى، اللي اخلي الدماغ يولد طاقة ونقدر نحرق هال المخزون اللي موجود في جسمنا، ونستغل ارتفاع الكورتيزول وارتفاع الأدرينالين والنور أدرينالين في الفترة الصباحية، لأنه هذا الهدف من الارتفاع، إن ننطلق ونروح على شغلنا ونشتغل ونعمل عمل بدني وعمل ذهني في بداية اليوم، مش ما ناكل ونضلنا فيش طاقة. طيب هلا اللي بيشتغل طاقة دماغية، يعني عمل مكتبي، تركيز أعصابه لازم تضلها في تركيز دائم لعمل الجهاز العصبي في الفترة الصباحية، لازم ياخذ شغلتين رئيسيات. أول شيء اللي بيحتاجه الدماغ الدهون، وثاني شيء سكريات سريعة الامتصاص وسريعة التفعيل، يعني سكر الفواكه تمرتين ثلاثة أو قهوة مع حليب، هاي دهون كمان، أو القهوة مع الحليب أو بدون الحليب، ممكن نضيف لإلها ملعقة أو ملعقتين من جوز الهند، زيت جوز الهند مع القهوة، أو زيت جوز الهند مع أي مشروب بتحبوا تاخدوه كدهون صحية. والتمر كوقود سريع هيروح للدماغ ويعطيه طاقة. في هاي الحالة 3 تمرات مع كاسة قهوة مع حليب مع جوز الهند، هذا حيعطي طاقة دماغية لإنها تتجاوب مع هالارتفاع تاع الكورتيزول والسكر، وتمتص هذا الارتفاع بحرق أكثر للطاقة. مش أروح أفطر رغيفين ثلاثة خبز وبلش في الحلويات، السكر اللي حيرفع بزيادة السكر اللي موجود عندي، ببلش في أجبان كويس، ببلش في حمص، ببلش في فول، في بصل، حسب شو أنا رغبتي وشو عملي. إذا عملي بدني لازم آكل، لازم أتغذى، لازم آكل خبز أسود ولا أبيض، المهم نشويات تعطيني طاقة بعدين اللي أقدر أشتغل وأعمل بدون تعب.
اكل خضروات، فدايما الفطور الصباحي كمعروف شوية خضروات، حمص، فول، جبنة، هاي الشغلات البسيطة، بصل إذا واحد في عنده جهد بدني زي الحرفين، فجل. أما تقولوا لي ما تفطر عشان نحرق سكر، طب أنا بدي أنتج، ما بدي وبالعكس يعني إذا ما أكلت ما في عندي طاقة إلا أحرق السكر، فالسكر حيتضاعف عندي وحيصير في عندي مضاعفات من ارتفاع السكر وارتفاع الضغط وارتفاع الكورتيزول، وأنا مش عامل شيء إلا أفرغ هذا الارتفاع لأنه ما في عندي طاقة للحرق. فخليكم ركزوا، افطروا، اعرفوا شو تفطروا، وما تمتنعوا عن اخذ شغلات اللي تعطيكم شوية طاقة، اللي تحرقوا الطاقة اللي مخزنة في جسمنا وما ننصح ولا نزيد من كل هالأعراض. شكرا لكم، تحياتي.